سيس رقم 2 سيس النني امامنا هنا في الوضع على كده تجنبا للي ممكن الحائط البشري يقفز لاعلى وتبقى كره خطره امامنا هو التامين وادي الكره ثابته لصالح المنتخب السنغالي وسود التيرانجا سيس وادريسا جانجاي امامنا هنا في هذه الكره الثابته الخطيره ادريسا جانجاي ولكن شكرا الى خارج الملعب شكرا من ادريسا جانجاي الى خارج الملعب امامنا سجل في مرمى بوركينا فاسو هذا اللاعب يعني اهدافه السبعه في 90 مباراه مع منتخب بلاده منذ عام 2011 لعب المشاركه في يعني لقاءات منتخب بأن كل شيء ممكن لن يكون هناك وقت إضافي لو وفقنا في واحدة من هذه الكرة ونطلع من المطب صعب قوي في مباراة الرابعة بعد ما لعب مباراة الكاميرون المغربية تأثير بيان أحمد حجازي إصابة أكرم توفيق إيقاف عمر كمال إصابة محمد الشناوي لكن المنتخب المصري لم ينحضر من هذه الأسماء 60 دقيقة وما زلنا حتى الآن مع نتيجة التعادل السابق القائم في هذه المباراة حائط بشري أمامنا رفعت كيرش مروان وكذلك تريزيجيه في الحائط البشري وزيزو وتعليمات مستمرة من البرتغالي كارلوس كيروش مع المنتخب المصري وصل رسائل مع ثلاث تبديلات من اجل اضافه جهد جديد هنا التمريره خطيره اسماعيل صار اسماعيل صار لكن هنا بص محمد صلاح بيقدم الدور الدفاعي مره ثانيه تصل فتوح يبحث عن زيزو كره اماميه للسرعه لكن على طول تغطيه دفاعيه دايما العمق الدفاعي موجود من جانب عبدو ديالو عبدو ديالو يلعب كره في اتجاه كوليبالي كوليبالي على واسع يعدي امامنا من جانب النني التغطيه الدفاعيه من جانب محمد عبد المنعم